بجهود وخبرات وطنية يستمر العمل على إنجاز مشروع ربط محطة خنيفيس الجديدة بالمدينة الصناعية، بالإضافة لإنشاء مرفأ جاف في حسياء. المشروع يهدف لتسهيل عملية نقل البضائع، حيث سيندمج مع كامل شبكة السكك الحديدية السورية. الأعمال القائمة في المشروع تشمل مد الشبكة الحديدية وإنشاء المرفأ الجاف مع مستلزماته، من ساحات تحميل وتفريغ الحاويات ومستودعات ونقاط التخديم. هذا المشروع تنبع أهميته من بناء على توجيهات الوزارة والإدارة العامة لمؤسسة الخطوط الحديدية بالوصول سككيا وتقديم المدن الصناعية بسكة القطارات وتقديمها بكافة المستلزمات وتقديم المواد الأولية الواصلة إليها أو تقديم المنتج والمسوق والتحميل والتصدير إلى المقاصد المطلوبة. عملية إنشاء المرفأ الجاف في حسياء الصناعية سيتم على 3 مراحل وعلى مساحة 900,003 أمتار مربعة، ويؤمن نقل 3 ملايين طن في المرحلة الأولى و6 ملايين طن في المرحلة الثانية و10 ملايين طن في المرحلة الثالثة. هذه المحطة أنشئت لغاية تقديم المدينة الصناعية نتيجة لقربها والوصول بمسار تفريعها ودمج محطة المدينة الصناعية بمسار بحدود 12 كيلومتر، بإنشاء أيضا محطة المرفأ الجاف ومحطة المدينة الصناعية بالقرب من المدينة الصناعية. ضمن محطة خنيفس الجديدة مفاتيح من نوع جديد 1/14 للسرعات العالية، حيث تم تجميعها في الموقع، والسلالم الممددة حوالي 2150 متر، وخلال أسبوع الانطلاق باتجاه التفريعة الذي يبلغ طولها 12 كيلومتر باتجاه المرفأ الجاف في المدينة الصناعية. نحن عملنا بالموقع يمتد ساعات طويلة، ليس لدينا عطل، دوام جمعة سبت، الأعياد الرسمية دائما في حالة استنفار تام، ليتم إعادة تأهيل شبكة الخطوط الحديدية السورية ليتم استعادتها أفضل مما كانت عليه قبل الأحداث. عملية ربط المحطة تأتي في سياق خطة وزارة النقل في مجال ربط السكك الحديدية، حيث تم ربط عدرا الصناعية خلال الأشهر الماضية، واليوم حسياء، وغدا حلب. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.